على هامش الأحداث التي عرفها ملعب البلدي بمطار، والتي كانت تجمع بين نجم مطار واتحاد البنطي، يتوقف اللقاء إثر أعمال الشغب. نستضيف عثمان عدنان الغزيوي، أحد أعضاء المكتب المسير لفريق نجم مطار. عدنان، كيف تعلق على هذه الأحداث؟ احنا كنادي كمكتب مسير لنادي نجم المطار كنتاسفوا لهذا الحادثه اللي وقعت من طرف جمهور نادي بوطيب. يعني الاجواء كانت مثاليه لاجراء مقابله، ولكن الجمهور ديال اتحاد بوطيب للاسف الله اعلم. حنا مع المكتب المسير لاتحاد بوطيب الحمد لله، كنا درنا واحد البرنامج تحضيري قبل هذا الماتش باش تمر الاجواء في سلميه وفي امان والماتش يكون رياضي، لكن للاسف الجمهور ديال اتحاد بن طيب يحسب على اتحاد بن طيب للاسف قام بعمل الشغب والرشق بالحجاره في الملعب. شكرا جزيلا.